أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بتوقيت مصر، معكم أنا هاني بشر. في حلقتنا لهذه الليلة نبحث في أصداء الرسالة التي وجهها يوسف ندى المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين، والتي أثارت كثيرا من الجدل، وأحاديث حول مبادرة قطرية إماراتية للوضع في مصر. في حلقتنا أيضا سويسرا تقول إنها ترغب في إعادة أموال مصر المنهوبة والمجمدة لديها، وميميش يعلن افتتاح قناة السويس الجديدة في منتصف أغسطس المقبل. وفي الختام مجموعة من المسلسلات والبرامج المصرية تعرضها شاشة التلفزيون العربي في شهر رمضان المقبل، فتابعونا. مطلوب مني أن أنا أكتبها، ولكن الإخوان لم يوافقوا عليها. قناة السويس الجديدة 6 أغسطس 2005. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الرسالة التي وجهها يوسف ندى المفاوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين أثارت كثيرا من الجدل، فالرسالة موجهة لأطراف عدة من بينهم من وصفهم ندى بالمخلصين من داخل الجيش المصري. كما أثارت الرسالة جدلا أيضا داخل جماعة الإخوان المسلمين أنفسهم الذين انقسموا ما بين مؤيد بتحفظ ومعارض. الرسالة جاءت في وقت كثر فيه الحديث عن مبادرات للمصالحة آخرها مبادرة قطرية إماراتية، وفي وقت كثر فيه الحديث أيضا عن انقسامات داخل لجماعة الإخوان المسلمين. 6 شهور كمان. شوف المقابلة اللي احنا. رسالة غامضة من رجل الإخوان الغامض يوسف ندى المفوض السابق للعلاقات الدولية للإخوان، فاجأ كل الأطراف برسالة يقول فيها أن من يخشى مصيرا أسوأ لمصر عليه أن يستعد للتخلي عن كثير من حقوقه، وأكد أن الجيش المصري ليس فاقدا للوطنية أو فاسد، لكن بعض قياداته كذلك، موجها خطابه إلى المخلصين من الجيش. الرسالة الغامضة تلاها توضيح أشد غموضا. طلب مني أن أنا أكتبها وما أعرف يعني من خلفها. من الذي طلب منك كتابة هذه؟ في أشياء يا بنتي الله يرضى عنك، يعني في السياسة في أشياء ما يمكن تعلن كلها. ردود الأفعال المعلنة أتت هجوما من كل الأطراف. الإعلاميون المصريون اعتبروا الرسالة تهديدا. المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان بعت رسالة لوكالة الأناضول التركية للأنباء. خدوا بالكم هتلاقيها أناضول جزيرة أناضول جزيرة، يعني هتفضل ماشي بين دول، والاتنين مكملين دي قناة بتاعتهم برضو. بيقول فيها ايه؟ هو بيحرض فيها على الدولة المصرية والقوات المسلحة. حرض من خلال الخطاب ضد مؤسسات الدولة، ضد الجيش الشرطة، كمان عبر من خلال الإعلام التركي أنه مصر ستتحول إلى دولة فاشلة. وعلى الجانب الآخر تبرأت جماعة الإخوان من البيان بشكل تام. عندنا في رقابنا بيع الدماء، صدق معنا شباب وصدقت معنا بنات وصدقت معنا نساء وصدق معنا رجال، لن نكون خونة، لن نفرط في تلك الدماء، لن نفرط في تلك الأعراض، فليصالح من أراد. فالحقيقة قيل لنا رسميا أن الأستاذ يوسف ندى إنما يعبر عن مبادرة شخصية منه وليست مبادرة تعبر عن الإخوان المسلمين أو التحالف الوطني لدعم الشرعية. بعض المعلقين توقعوا أن تكون الرسالة مدفوعة من قيادة الإخوان القديمة لتقوي موقفهم، والبعض الآخر توقع أن تكون الرسالة بطلب من مقربين من السلطة الحالية يريدون طمأنة ما. لكن على ما يبدو هناك جديد في الصورة الكاملة تدعمها تحركات المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ورياح بدأت تهب من ناحية الإمارات. وتكون يعني ربما مبادرة مشتركة قطرية إماراتية من أجل التوفيق بين الأطراف المتنازعة في مصر. أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد سودان أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة. أهلا وسهلا. كما أرحب أيضا بضيفي عبر الأقمار الصناعية من واشنطن الدكتور خليل العناني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جون هوبكنز الأمريكية. مرحبا بك دكتور خليل.
أبدأ مع ضيفي في الاستوديو أستاذ محمد سودان. الكثير اللغط الذي دار حول هذه الرسالة، إلى أي مدى تعبر هذه الرسالة عن موقف جماعة الإخوان المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني أنا استطلعت من القراءة أولا ثم من محاورة الأستاذ يوسف ندى مع الجزيرة أن ده مش بيان ولا شيء صادر بشكل صريح من قيادات الإخوان المسلمين، لكن أعتقد أن هي كلمات لها ما بين سطورها أرسلت إلى شخص ما، وهذا الشخص سربها إلى الإعلام، فبالتالي هي أخذت اللغط والدوشة دي كلها، لأن هو الكلام مش مفهوم والتعقيب غير مفهوم، لأن هناك سطور ناقصة. هذه السطور يعرفها صاحب هذه الكلمات ومتلقي رسالة، اللي للأسف شديد بشكل أو بطريقة ما سربت الإعلان. هو الأستاذ يوسف ندى قال كده أن ما كان مفروض أنها تظهر أصلا الإعلان، ولا كان المفروض أنها تبقى شيء مقروء للناس. طيب هو في توضيحه في الحديث، نعم، اللي احنا عرضنا على الجزيرة بيقول انه كتب هذه الرسالة بصيغة والإخوان طلبوا منه تعديل حتى لا يفهم ان هناك مصالحة مع، لا، وقال الإخوان مش موافقين عليها. لا، هو تكملة الجملة، هو قال الإخوان لم يوافقوا عليها في صيغتها الأولى، نعم، وطلب تعديلها حتى تكون بصيغة لا يفهم منها أنها مصالحة، نعم، مع السيسي. نعم. إذا كان الإخوان طلبوا منه كده، كيف لا تعبر إذن عن موقفه؟ ما أنا بقول لحضرتك إن هو دي مش مبادرة، وهذه الكلمات ينقصها الكثير من السطور لتوضيح إيه الموضوع، وبالتالي هو بيعطي إشارة إلى، أعتقد يعني، إلى أناس ما الآن يتحاورون بشكل ما بخصوص القضية المصرية، فهو عايز يوصل لهم رسائل عند التحاور إن في ثوابت، يعني أنا في ظني في ثوابت لا يمكن يعني التنازل عنها، منها إن العسكر لن يكون جزء من الحل، لأن هم كانوا جزء من المشكلة ولا بد من استبعادهم. الجيش مش كله مفسدين ولا خونة، ولكن هو بيتكلم على قيادات الجيش، دي رسائل واضحة يعني هو بيعطيها، لكن هناك سطور ناقصة، ده واضح جدا. وهو مش عاوز لما تسأل في الجزيرة مش عاوز لا يقول مين اللي خد منه ومين اللي طلب، او يعني واضح ان علامات استفهام كثيرة. نعم. طيب دكتور خليل علاني من واشنطن، زي ما حضرتك عارف انه يوسف ندى لعب ادوارا دوليه كثيره في السابق، منها توفيق بين السعوديه وايران في مساله الحجاج الايرانيين، ومنها الوضع في اليمن قبل نحو 20 عاما. هذه الرساله ذيلها بسطر في الحقيقه موهبه، قال من اراد ان يتحدث معي فانا مستعد للحديث. عودة يوسف ندى للمشهد بعد سنتين، هل ترى أمر إيجابي أم سلبي؟ وهل يمكن أن يقوم بدور في الأزمة المصرية أم لا؟ يعني أعتقد أن العودة بحد ذاتها أدت إلى مشاكل أكثر مما كان متوقعا. يا أستاذ هاني، بمعنى آخر كما تفضلت حضرتك والدكتور سودان، أنه الغموض الذي يحيط بهذه الرسالة أكثر من الوضوح، وبالتالي لا نعرف من الذي وراءها، من الذي هو مستهدف منها. وأنا أتصور هناك سيناريوهات ثلاثة لا تخرج عنها هذه الرسالة، إما أنها قد جاءت، وهذا بصراحة أقرب إلى الواقع، من أطراف إقليمية تسعى بشكل أو بآخر إلى إيجاد حل للأزمة السياسية الموجودة في مصر الآن منذ أكثر من عامين. هذه الأطراف بعضها يعني متعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين ومؤيد لها، بعضها قد يكون لا، بعضها قد يكون لديه موقف متحفظ بشكل عام للإخوان ولكنه يرغب في هدوء الأوضاع في مصر. الطرف الثاني قد يكون أطراف محسوبين على النظام، بعضهم حتى قد يكون له علاقة بالقوات المسلحة وبالجيش، ولديه رغبة في إنهاء الأزمة لأنها تؤثر بالسلب على أهم مؤسسة في مصر، المؤسسة العسكرية. السيناريو الثالث أن يكون الطرف المؤثر على هذه الرسالة هم بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، خاصة القيادات الكبيرة أو القديمة التي هي تنتمي لجيل الأستاذ يوسف ندى. وبالتالي الغموض التي طرحها هذه الرسالة أكثر من الوضوح، وهو ما يعكس، يعني أنا أتصور من الصعب توقع وجود دور مؤثر للأستاذ يوسف ندى في هذه المرحلة، خاصة وأنه داخل جماعة الإخوان المسلمين هناك انقسامات وهناك خلافات وهناك اختلافات حول الرؤى وحول الاستراتيجية في التعامل مع الوضع الآن في مصر. وبالتالي الرسالة تضفي للمشهد مزيدا من الغموض وعدم الوضوح أكثر من هو موجود الآن. طيب هو دوره، هل هو شخصية مقبولة من أطراف إقليمية؟ ولماذا غاب كل هذه الفترة برأيك ثم عاد الآن؟ نعم،
يعني انا اعتقد ان هو قد يكون احد الاطراف المقبوله لانه شخص براجماتي جدا وشخص واقعي وعملي جدا. كما قلت فضلت حضرتك قلت ان هو لعب دوره قبل كده في العلاقه بين طهران والرياض، وايضا كان له دور مهم بالمناسبه داخل حتى الجزائر بين جبهه الانقاذ وبين النظام الجزائري. لديه ادوار عربيه معروفه من وراء الستار بحكم ان هو رجل يعني يعمل دائما من وراء الستار وليس بشكل مباشر. اي دور له خاصه بشكل ايجابي يتوقف على مدى جديه الاطراف اللي وقفوا على هذه الرساله، يعني وانا واضح لحد بعيد انه ليس له يد فيها، يعني واضح انه اصبح يعني تم الزج به باعتباره شخصيه لديها وضع تاريخي كما قلنا في السابق ولديها الى حد ما مصداقيه لدى الجميع وقدم البراجماتيه. لكن السؤال المهم الى اي مدى تعكس هذه الرساله الوضع داخل جامعه الاخوان المسلمين او رؤيتها او رايها. الاستاذ السودان قال انه لا تعبر عن جامعه الاخوان المسلمين، وانا اتصور انه معظم الاخوان المسلمين خاصه الشباب لديهم تحفظات لم يكن رفض لهذه المبادره باعتبارها لا تعبر عنهم. وبالتالي الى اي مدى يستطيع يوسف ندى ان يكون بدور في الحل الازمه الحاليه الموجوده في مصر الان وارد، ولكن يتوقف على مدى جديه الاطراف الواقفه وراء هذه الرساله. طيب استاذ محمد سودان، الشيخ راشد الغنوس رئيس حركه النهضه لم يخفي يعني رغبته في تحركاته ورغبته في ان السعوديه تسعى للمصالحه، وهو في منذ ايام ذهب الى العمره. في نفس الوقت بعدها بايام ظهرت رساله يوسف ندى. اليوم كانت هناك تصريحات عبد الخالق عبد الله الاكاديمي الاماراتي المقرب من دوائر السلطه والتي تحدث فيها عن تقارب قطري اماراتي اثناء زياره امير قطر الى ابو ظبي. هل هذه الامور صدفه تزامنها بهذا الشكل؟ لا، انا عشان كده بقول لحضرتك ان الرساله دي يعني موجهه الى من يتحرك الان لحلحله القضيه المصريه. يعني الشيخ رائد الغنوشي موجود في السعوديه وعارفين ان هو ابتدى يعني يتحدث بخصوص حاله الازمه المصريه، كذلك في طرف تركي. قطر بما لا شك في يعني بتدخلها مع الامارات. اعتقد ان الامور الان واضحه، لكن استاذ يوسف ندى ربما طلب منه يعني انتوا عايزين تحلوا بقى ايه؟ فهو قال امرين مهمين جدا. قال العسكر ما لهمش دور الناحيه السياسيه بشكل مش واضح قوي، لكن لما تركز في الكلام تفهمه كده. الامر الثاني ان الشرعيه لا استغناء عنها، فهو النقطتين دول اللي تاخدهم من كل كلماته الحقيقه. فهو الشرعيه امر لا يمكن الاستغناء عنه. الامر الثاني هو العسكر ليس لهم دور سياسي. الامر الاهم قال اذا ترك الامر هكذا فمصر رايح الى فشل. يعني دي برضو جرس انذار للناس اللي هي بتفكر الان. طب يعني دعنا نشرك معنا السيد مصطفى هاشم الصحفي. اهلا وسهلا يا استاذ مصطفى. استاذ مصطفى معنا؟ ايوه مساء حضرتك. استاذ مصطفى، كيف استقبلت الاوساط السياسيه في مصر رساله يوسف ندى؟ والله هو هناك اختلافات كبيرة بين القوى السياسية بالنسبة للمبادرة والتصالح مع الإخوان، وهناك من يعني يقول أن هناك يجب أن يكون هناك يعني المحاسبة أولا ثم البحث عن المصالحة، وهناك من يعني انتهى إلى أن المصالحة هي الطريق الوحيد للحل للأزمة السياسية في مصر والبدء في تقدم و يعني تقدم الدوله و يعني والتجمع لكل الفئات المصريه على هدف واحد.